حقيقة مشاهدينا الكرام، اليوم تعد زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام هي زيارة مليونية كبيرة يشهده العالم بأجمع، يعني في أرض كربلاء المقدسة. اليوم رغم أن كربلاء المقدسة منطقة يعني لا نقول أنها واسعة جدا، لكنها تحتضن ملايين الزائرين. أكيد هناك خدمات استثنائية تقدمها الحكومة المحلية بالتعاون مع العتبات المقدسة لتوفير أفضل خدمة للزائرين الوافدين إلى أرض كربلاء المقدسة. يعني احنا ما نبالغ اذا نقول ان هذه الزياره هي اكبر زياره يشهدها العالم حقيقه، يعني نهاون ما نبالغ اذا قلنا أكيد. هذا فاكيد هذه الزياره تحتاج اليوم الى خطط، تحتاج الى دعم، تحتاج الى مسانده من جميع الجهات اليوم لانجاح هذه الزياره. يعني ارض يدخلها يعني حوالي 21 مليون زائر، طاقه بشريه كامله اكثر واكثر، يعني يحتاج لها يعني أشياء كبيرة جدا لتوفير كل هذه الخدمات، من دعم لوجستي، من توفير خدمة صحية اليوم، يعني إلى وصولا إلى اليوم آخر يوم في الزيارة، وذلك بنقل الزائرين إلى محافظاتهم. احنا نلاحظ كل سنة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العتبات المقدسة، بفضل الحكومة المحلية، تشهد مدينة كربلاء توسعة في بعض أجزائها لتتحمل هذه الأعداد الهائلة التي تدخل إلى أرض كربلاء المقدسة. اليوم في خبر الصباح راح نسلط الضوء على بعض الساحات الجديدة حقيقة التي افتتحت لتهيئة خدمة للزائرين. يعني إذا سمح الأستاذ حسام الضويري مخرج البرنامج مشكور أن يقدم بعض الصور على هذه الساحات التي حقيقة وفرت خدمة إلى زائري مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا تحديدا احنا نخص بالذكر مرة أخرى الحكومة المحلية بالتعاون مع العتبات المقدسة. نعم أكيد. اليوم ما ننسى احنا دور العتبات المقدسة في توفير خدمة استثنائية، واستنفرت كل جهودها بالتعاون مع الحكومة المحلية. نعم. لإنجاح زيارة 40 الإمام أحسنت. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام الله تعالى عليه. يمكن أهم الأمور والوسائل وأقل ما يكون يقدم للزائرين الكرام والطاقة البشرية الهائلة اللي وصلت إلى محافظة كربلاء. طبعا بدأت حديثك إسراء أنه أكبر تجمع عالمي، وبكل فخر نقول زيارة 40 على وجه الكرة الأرضية. صح. حتى الدول الغربية، حتى التجمعات العالمية. صحيح. ما توصل مستحيل أنه إلى هذا العدد. صح. فهذه المسؤولية تحتم على الدولة وعلى المؤسسات كافة أن تتضافر الجهود وتقدم، يعني صراحة برأيي الشخص وأكيد توافقين الرأي والسادة المشاهدين، اليوم زيارة 40 تحتاج أنه خلصنا هذا الموسم لهذا العام، نحتاج إلى خطة جديدة إن شاء الله إن شاء للموسم الله. القادم. قد يكون مفكرين ومخططين أكيد. وباحثين ويعني أشخاص أهل الشأن يضعون خطة معينة لتلافي كل الإخفاقات، لكن أكيد هذا الشيء يعني واضح. نعم. يعني اليوم احنا سلطنا الضوء من خلال خبر الصباح على بعض الساحات التي تم يعني تشييدها في مدينة كربلاء المقدسة. نعم. لاستيعاب أكبر عدد. نعم. يعني ممكن من الزوار، يعني تحديدا في خبر الصباح ساحة قنطرة السلام اللي اليوم أتاحت يعني خدمة للزائرين الكرام. إضافة أيضا يعني أخص بالذكر اليوم. نعم. نهاوند زيارة رئيس الوزراء يعني محمد السوداني إلى مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا وضع خطة مستقبلية لتوفير أيضا خدمات أكثر وأكثر للزائرين الكرام الوافدين إلى أرض كربلاء المقدسة. كل ما نعمله وكل ما نقدمه نحس إحنا مقصرين. أكيد. فأي كرم حسيني وأي عطاء حسيني هذا. يعني يكفينا فخرا اليوم اللافتات التي شهدناها خلال مسيرة 40 تشكر أهالي مدينة كربلاء على الخدمة الحمد لله التي رب قدموها لزوار. أكيد اللي سر قلبنا إسراء صراحة من خلال زيارة يعني معالي رئيس الوزراء إلى أنه هناك لجنة متابعة راح تتابع أنه كل المشاريع، ونأمل إن شاء الله طبعا يعني نأمل بكل الجهود المبذولة إن شاء الله والأيادي الطيبة بأن تكون بالفعل تتابع عن كثب إن شاء الله كل هذه المشاريع، لأن كربلاء سمسو. تستاهل، والإمام الحسين عليه السلام ضحى بالغالي والنفيس، فبالتالي انه كل اللي نقدمه اليوم هو نقطه في بحر ازاء ما قدمه المولى سيد الشهداء. يعني حقيقه راح استوقف
في آخر كلمة أنت ذكرتيها اليوم، الإمام الحسين ضحى بالغالي والنفيس، فكل ما نقدمه اليوم احنا مقصرين في حق مولانا الامام الحسين عليه السلام. يكفينا فخرا اليوم كثير من العلماء، كثير من المفكرين، الكثير من الباحثين الذين ليس هم من يعني من الاسلام لكنهم من دول غربيه دول اجنبيه، تغنوا اليوم في شجاعه الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. على سبيل المثال اليوم راح نتكلم عن محمد علي جناح. محمد علي جناح هو محامٍ وسياسي ومؤسس دولة باكستان. طبعا تزعم جناح عصبة مسلمي عموم الهند من سنة 1913، لاحظوا مشاهدين الكرام، من سنة 1913 إلى غاية استقلال باكستان في 1947، ليصبح بعدها يعني اليوم الأرض يعني أخلي فد خط تحت هذه الكلمة، ليصبح بعدها أول حاكم عام لباكستان بعد استقلالها، ويعتبر القائد الأعظم حتى يوم ميلاده أصبح عيدا وطنيا. أكبر قائد أعظم ويوم ميلاده أصبح عيدا وطنيا، يقول إنه لم يشهد العالم أكثر من شجاعة الإمام الحسين عليه السلام، فأي فخر هذا يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. فالسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، لنرى ونشاهد ماذا قال محمد علي جناح في مولانا الإمام الحسين عليه السلام.